بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد أغرق الله فرعون وجنوده، غرقوا أمام أنظار موسى وقومه بني إسرائيل اللي خرجوا من البحر سالمين بتيسير الله تعالى الحي القيوم القهار. وده بعد ما أمر المولى سبحانه وتعالى عبده موسى إنه يضرب البحر بعصاه، ففتح بأمر الله تعالى لهم طريقا في البحر يبسا، ومر قوم موسى في ذلك الطريق الجاف تماما، يمشون فوق رماله اليابسة، حتى إنه لم تبتل أقدامهم ولا نعالهم. آيات كبيرة واضحات لبني إسرائيل شاهدوها وعاشوها بأنفسهم. والحق إنه الآيات البينات تزيد المؤمنين إيمانا مع إيمانهم. تلك الزيادة في الإيمان إنما تكون لأصحاب الإيمان الراسخ الصادق. لكن للأسف بني إسرائيل بعد كل هذه الآيات النيرات الواضحات البينات لم يكن الإيمان ولا حقيقة الإيمان خالطت قلوب بني إسرائيل، لم تخالط قلوبهم حقيقة الإيمان حقا وصدقا. فبعد ما نجاهم رب العالمين من عدوهم وجاوزوا البحر، عدوه بقدرة الله العظيم، مروا في طريقهم بعد ما خرجوا، أول ما عبروا، أول ما طلعوا، عند أول مبدأ النجاة عدوا بقى، مروا في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام الله. ففاجأ قوم موسى نبيهم موسى بما لم يتوقعه سيدنا موسى أبدا، فقالوا له كما قص علينا القرآن الكريم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كما لهم آلهة؟
يعني انتوا عايزين اله زي ما دول قاعدين على شويه حجاره بيعبدوه، وانتوا المفترض انكم اهل توحيد. اول ما ربنا منجيكم ومطلعكم وشفتوا عدوكم قدام عينيكم يهلك امامكم، ومريتوا بايه عجيبه من الايات العجائب، طالعين تقولوا لسيدنا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، وكان هم مبتورين الصله بانوار التوحيد. غلبت عليهم طبيعتهم الماديه، جحدوا وكفروا، واقدمهم لم يعني تنظف بعد من رمل البحر. تعجب من ذلك، تعجب ان الايات اللي مر بيها يعني بنو اسرائيل ما كانتش بعيده، وليس اعجب مما راى بنو اسرائيل من ايه انفلاق البحر، وانه يضرب ليهم يمتد ليهم طريق في قلب البحر يبس. لو لما يعدوا كمان ما فيش نقطه ميه، ما فيش قطره ميه، لا لمست نعالهم ولا أقدامهم ولا أشياؤهم، فضرب لهم الطريق في داخل البحر كأنه بيبسط ليهم يعدوا آية عظيمة. وبعد كده يطلبوا من نبيهم موسى هذا الطلب القبيح الذي سألوه، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هكذا قالوا لنبيهم موسى وهم لسه معديين. لذا رد عليهم سيدنا موسى عليه السلام رد عنيف، كل لوم وغضب وعجب. طبعا قال إنكم قوم تجهلون، بيقول لقومه بني إسرائيل، قال إنكم قوم تجهلون. طبعا يجهلون. شوف وصف القرآن الكريم للي حصل للمشهد ده، لترى العجب من بني إسرائيل كما نرى العجب منهم في كل وقت وحين. ترى العجب من بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام ونبيهم هارون عليه السلام، أمة ربنا أرسل لها سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام. ده سيدنا موسى هو اللي طلب من رب العالمين أنه يرسل معه طلب النبوة لأخيه هارون، أنه يبعته معاه، لأنه عارف قومه، يعلم طبيعة بني إسرائيل. قال الله تعالى واصفا مشهد الجحود، وشوف رشاقة الكلمة القرآنية، الحرف القرآن في تصوير اللي حصل منهم. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فسيدنا موسى رد قال لهم قال إنكم قوم تجهلون، رماهم بالجهل. شوف القرآن هنا أو بيرسم القرآن الكريم هذا المشهد من خلال هذه الآية الكريمة اللي بتصوروا لينا كأنه مشهد حي تراه أو نراه أمام أعيننا، ليظهر النص الكريم مدى ظلم بني إسرائيل وفجرهم وتكذبهم بنبيهم موسى عليه السلام. الله تعالى يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، يعني هم يدوبك عدوا كده، بسط ليهم الطريق، انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، بقوا جبلي ثلج، وبقى ده طريق قدامهم يعدوا. لما عدوا ربنا بيقول فأتوا، يعني ما فيش وقت بين انهم عدوا البحر او انهم جاوزوا، ما فيش وقت بين انهم جاوزوا البحر وانقذهم رب العالمين وبين سرعة كفرهم. تظهر ده ايه؟ ايه اللي اداني السرعة دي؟ عرفتها منين؟ بيظهرها فاء السرعة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على طول. فأتوا على إيه؟ على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فديتك الفاء هنا، شوف اللفظة القرآنية، الفاء هنا بتدي السرعة، يعني ما فيش وقت بعد ما عبروا على طول قابلوا، أو أول ما كانت فتنة افتتنوا، أول ما قابلوا أناسا يعكفون
بيسجدوا لشوية أصنام وبيعبدوها، أول ما شافوهم كده فحلو المنظر في عينيهم فقالوا لنبيهم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الفاء دي فاء السرعة، زي مثلا ما تقول جاء محمد فأحمد، يعني على طول أحمد جه ورا محمد، غير ما تقول جاء محمد ثم أحمد، ثم فيها تراخي، يعني جه أحمد بس بعد شوية. فلما يجي يقول لك فأتوا على قوم، يعني ما لحقوش حتى يمشوا كتير، مروا على ناس بيسجدوا الأصنام وبيعبدوها من دون الله، قالوا له قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف كانوا في إيه وداخلين يعملوا إيه، عشان صدق الله وكذب موسى. عجب منهم نبي الله موسى، عجب نبي الله موسى من قسوة قلوبهم وجهلهم بربهم وانعدام بصيرة هؤلاء، لأن طلبهم ده بيدل على كده، لا يدل إلا على ذلك. وقال لهم معنفا إنكم قوم تجهلون، رماهم وقذفهم بالجهل وبخهم نبيهم موسى وبكتهم على سرعة الفتنة اللي وقعوا فيها وشدة الجحود. هم مين اللي كان معاكم؟ مين اللي أهلك عدوكم؟ مين اللي فلق لكم البحر فكان كل فرق كالطود العظيم؟ مين اللي ترك الطريق لكم تعبروه بمنتهى الأمن والأمان، أنتم وأولادكم نساء ورجالا وكل أشياءكم وكل الأشياء اللي جيتوا بيها من مصر، وخلاكم تعدوا ده عشان تسألوا نبيكم موسى هذا السؤال القبيح؟ عشان كده بدأ سيدنا موسى يذكرهم بنعمة الله عليهم العظمى، وهي إنقاذهم من فرعون وبطش فرعون وعبرهم البحر بمعجزة ساقها الله تعالى على يد نبيه موسى عليه السلام، وهلك فرعون وجنود فرعون وهم ينظرون إلى كل تلك الأحداث بعينيهم مش بعينين حد تاني. يعني مش حصلت الأحداث وبعدين اتحكت لهم، ده كانوا عايشينها وكانوا شايفينها، أحداث مشاهدة عاينوها ورأوها، وربنا سبحانه وتعالى امتن الله بها على بني إسرائيل على النعم اللي ادها لهم، لكن كانوا أهل جحود. وإذ فرقنا بكم البحر، والخطاب هنا لمين؟ لبني إسرائيل. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وانتم بتعملوا إيه ساعتها وأنتم تنظرون؟ يعني آية عشتوها وشفتوها ما اتحكتش ليكم. عشان كده أنكر عليهم نبيهم موسى طلبهم الجاهل الجاحد، وقال لهم قال أغير الله أبغيكم إلها، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. إزاي يعني أبحث عن إله آخر غير المولى سبحانه وتعالى اللي فضلكم على عالم زمانكم بإنه أرسل لكم أنبياء كرام، ومش رسول ده اتنين يعلموكم ويستنقذوكم ويوجهوكم إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة، ويستنقذوكم كمان من بطش فرعون، لأن سيدنا موسى وسيدنا هارون ما هو بعث لما راحوا كان من ضمن المهام الأساسية استنقاذ بني إسرائيل من بطش فرعون، كان ما يعني محدد إقامتهم وبيستعملهم وبيستخدمهم هنا في مصر. بعث سيدنا موسى وسيدنا هارون إلى فرعون إنا رسول رب فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه، كل ده لم تشكروه وتروحوا تقولوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكان رد سيدنا موسى واضح، قال لهم أنتم أهل جهل، وقال لهم قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني ربنا فضلكم على زمانكم ساعتها لما اختاركم وبعت لكم بدل الرسول اتنين، وبعد كده هتبقى أمة لها كتاب. كل ده جحدت به بنو إسرائيل. فسلام الله على سيدنا موسى وسلام الله على سيدنا هارون، لقد واجه صعابا كثيرة عتيدة متنوعة عنيفة عجيبة، صادفوا كل ذلك مع بني إسرائيل. وصدق الله تعالى القائل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي
في الصدور. صدق الله العظيم.